ينضم إلينا من القدس الناطق باسم وكالة الغوث الدولية الأونروا كاظم أبو خلف. أهلا بك معنا سيد كاظم. بداية، في بداية هذه النشرة كانت مراسلتنا قد ذكرت أنه تم قصف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم البريش حصريا. هل لديكم أي معلومات حول ما حدث هناك، أو إن كان هناك أنباء عن أعداد أو ضحايا سقطوا أو جرحى؟ شكرا للاستضافة ومساء الخير. الحقيقة المعلومات يعني تردنا بشكل يعني بشكل أول شيء غير مكتمل، وأحيانا بشكل متأخر بحكم الظروف ومعطيات الميدان. وهذه المدرسة التي ذكرتي إذا يعني ثبت هذا الكلام، فهي تنضم إلى 67 منشأة أخرى من منشآتنا تعرضت للضرر بحكم أعمال الحرب أثناء القصف الإسرائيلي. 17 منها كانت بشكل مباشر، يعني وأنا قبل أيام دائما أذكر مثال على بيت الضيافة الخاص بنا، اسمه هكذا بيت الضيافة الخاص بالأمر، وموجود في رفح، ورفح تقع طبعا كما هو معلوم إلى الجنوب من قطاع غزة، أي أنها يعني المنطقة التي يفترض أن تكون آمنة. هذا البيت، بيت الضيافة، تعرض للقصف المباشر من قبل البحرية الإسرائيلية، وكان قد غادره قبل وقت بسيط من القصف مجموعة من الموظفين، منهم موظفون دوليون. ثم قبل أيام طبعا هناك مدرسة الفاخورة يوم 18 من هذا الشهر، قبل يومين اثنين، نتج عنه 24 ضحية على الأقل هذا القصف، وأيضا هي نفس المدرسة قصفت يوم الرابع من تشرين الثاني من الشهر، ونتج 12 ضحية و54 جريح. بالمجمل من 67 منشأة هذه، نواتج أعمال يعني نواتج أعمال الحرب بالنسبة للمدنيين نتجت يعني عن سقوط 176 من المدنيين وجرح ما لا يقل عن 778 منهم. وهذا مؤشر خطير جدا، لأن الحديث يجري عن منشآت أممية الأصل فيها أنها تكون محمية، يعني بدون أن يكون فيها مدنيين نازحون الأصل فيها أن تكون محمية بحكم العلم الأزرق. ومن الجدير ذكره أيضا أنه نحن أنتم تزودون أطراف الحرب بإحداثيات والمواقع للمنشآت الخاصة بكم، يعني بالتالي مفروض أنه تكون آمنة. بهذه الحالة ما الإجراءات التي تقوم بها الأونروا يعني لتأمين أو يعني لضمان عدم استهداف هذه المنشآت؟ يعني أنت تتحدث عن 13 منشأة بشكل مباشر، 67 منشأة تضررت بسبب الحرب بشكل عام، يعني هل هناك أي تحرك من قبل الأونروا لضمان أن تكون هذه أماكن آمنة للنازحين؟ يعني بالضبط كما تفضلتي، كنت على وشك أن أذكر أنه الأحداثيات الطول والعرض نحن نشاركها كل يوم بالمناسبة مع الجانب الإسرائيلي لكل منشأة من منشآتنا، ومع ذلك يحصل ما يحصل، وهذا بحد ذاته يضع علامات استفهام كبيرة. بالنسبة لما نقوم به، فنحن قبل كل شيء نوثق كل كبيرة وصغيرة مما يحصل في منشآتنا أو حتى في سيد كاظم ابقى معي. أريد فقط أن أنوه مشاهدينا إلى هذه الصور التي نشاهدها الآن عبر الشاشة، وهي لعملية نقل الأطفال الخدج الذين أعلنت وزارة الصحة سابقا في غزة عن إخلاءهم من مستشفى الشفاء لنقلهم إلى الداخل المصري، حيث تستقبلهم مصر للعلاج بالمستشفيات ولتلقي الرعاية الطبية التي فقدوها من خلال وجودهم في المستشفى الذي لم يكن آمنا حتى بالنسبة لهؤلاء الأطفال. إذن أعود إليك سيد كاظم، تابع معك. بالتالي أنتم الآن يعني لديكم منشآت متضررة، ولكن هناك أيضا توقعات بموجات نزوح جديدة من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية. منشآتكم أصلا لم تكن جاهزة بشكل كامل لاستقبال هذه الأعداد من النازحين، ماذا ستفعلون في حال زيادة هذه الأعداد؟ يعني الأعداد تزداد باستمرار. حتى الآن آخر رقم للنازحين لدينا في منشآتنا هو 931,000، موجودون في 156 مرفق من مرافقنا، طبعا بالطبع أغلبها مدارس، وهي بالضبط كما تفضلت هي مصممة لتكون مدرسة ولا لا لتكون ملجأ أو حتى مركز إيواء. الوضع الإنساني في هذه المرافق هو يعني سيء للغاية، ويتجه من سيء إلى أسوأ، ويزداد سوءا مع ازدياد أعداد النازحين.
بل إن كل منشأة من هذه المنشآت تستوعب 4 إلى 5 وأحيانا إلى 10 أضعاف طاقتها الاستيعابية في الوضع الطبيعي. يعني أكثر من 50% من النازحين داخليا في قطاع غزة هم نزحوا ولجأوا إلى الأمر، وهناك طبعا 32 أقارب و11% تقريبا في مدارس أخرى وهكذا. الوضع الإنساني صعب للغاية، لدينا 124 فريق طبي يحاول أن يعطي رعاية صحية، ولكن هذا لا يكفي. بدأنا نرصد انتشار في الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي بحكم الاكتظاظ أولا وقبل كل شيء، ثم هناك أمراض جلدية، وهناك طبعا بين الأطفال أكثر من غيرهم أمراض الجهاز الهضمي، إسهال وغيره، علامات جفاف، وهناك خشية عبرت عنها مؤسسات أممية أخرى مثل البرنامج الغذائي العالمي بشأن مثلا أننا نقترب، قد نكون نقترب على حافة المجاعة. هناك خشية عبرت عنها منظمة الصحة العالمية من انتشار الأوبئة. فالوضع عموما في قطاع غزة هو سيء جدا، والأدهى أنه يزداد سوءا مع استمرار هذه الحرب، وهذا يسلط الضوء على أهمية وقف إطلاق النار. طيب سيد كاظم، يعني دخلت الآن يعني أو دخلنا بفصل الشتاء تقريبا، البرد بدأ يعني يشتد، وأيضا شتاء أو ومطر مستمر في داخل القطاع. هذا الموضوع حصرا أيضا يعني هو مشكلة كبيرة ربما لهؤلاء النازحين خاصة في المدارس. هل لدى الأونروا أي إجراءات ربما لحمايتهم من هذا الموضوع؟ يعني نحن نحاول كل ما في وسعنا، ولكن ما نقدمه غير كافي، والسبب أنه حتى شاحنات الإمدادات والمساعدات هي التي تدخل بشكل بطيء وبشكل قليل. يعني على استحياء، بلغة الأرقام دائما كان يدخل إلى قطاع غزة 500 شاحنة محملة لكافة أنواع البضائع والمساعدات، هذا قبل 7 من تشرين الأول. اليوم لم نصل بعد، حتى ونحن في اليوم 45 للحرب، لم نصل إلى سقف 3 أيام مما كان يدخل. الأمر وطبيعة عملها أنها توزع ما يوجد لديها من موارد ومساعدات إنسانية. فإذا كنا نحن وحدنا في الأمر ونحتاج إلى 75 شاحنة في اليوم في الوضع الطبيعي، فما بالك، وهذا قبل النزوح وقبل هذه الأعداد المهولة من النازحين، فما بالك اليوم ونحن نتعامل مع 931 ألف. كل ما نقدمه لن يكفي، نحن بالكاد نصل إلى 30% من سد الاحتياجات. يعني بالأمس القريب وزعنا مثلا 300 ألف بطانية، ماذا تكفي 300 ألف بطانية؟ يعني الشخص الواحد لن تكفي بطانية واحدة مع هذا البرد، فما بالك ب 931 ألف شخص. أن هناك حاجة الحقيقة قبل كل شيء لوقف الحرب، وقف إطلاق النار، ثم دخول المساعدات بشكل مستمر وكبير وسريع ودون معوقات. نعم، شكرا لك الناطق باسم وكالة الغوث الدولية الأونروا كاظم أبو خلف، كنت معي مباشرة من القدس.